الأساسية تثبت أمورك وحساباتك واضحة. يا حميد أنا راه ما يفوتني شيء. إيه وقت الغرد هذاك الهذيلي نحطه خوصة في صبعي. كيفاش؟ حسبت 20 صندوق بطاطا وعطيته في الدبو، جيت نعاود الحساب نلقاهم 18. عجيب والله. ناقصين زوز سنادق. زوز سنادق بطاطا سبونتا. بطاطا سبونتا يا ساسي، تعرف اش تسوى في السوق البطاطا سبونتا؟ يعني نخدم ماني نعرف يا حميد. شديت لي فيه. تعرف 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 هذه ضربة في الجنب، سرقة موصوفة. ما تعبش روحك يا حميد. اي ما تعبش روحك. ما سماش واحد يسقط بالكرم ويديه خفيفة كيما كل هذه الكلب. اما شكون يسلم منه وشكون يكلمه؟ واحد مودي بسم الله الحافظ السطار. اي هذاك لهذيلي. اي لهذيلي. اي هكا قاعد يترتل. تعرف خلي المسألة عندي وتو نقول لك ايش نسوي واش نعمل. ايش توا يا حميد ايش نسوي ايش نعمل ايش نسوي ايش نعمل؟ انت ما طرد اخويا ورتحنا يرحم بيك. شوف شاشي، مسألة التطريد ما عادش تجبدها. ما الامر ماهوش بيدي. شوف انت عملت اللي عليك وبارك الله فيك. وشنو قيمتهم زوج سنادق السبونتا هذه؟ امان هي. خانوا عرفوا سبحان الله. مازال غشير تلقاه هكا اشتهى حاجه ولا بعض. اي وبرا 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 خذاهم وبرا خذاهم. باش هو باش نفقر انا ولا باش يستغنى هو؟ ايش بك عبد الحميد تهز عليا في شوارعك اخويا؟ مو لاباس يا اخويا. ان شاء الله طريقه الجايه يهز لك 18 صندوق ويخلي لك زوز، والا يدحي لك حواجك من فوقك هكاك باش تفهم وتعرف. ساشي شوف اخر تنبيه، هاو قدام ما عادش تهز عليا صوتك. اي شنو جبتك تخدم معايا وتعاون فيا ورتحتك من حط الحجاب ولا يتطبر فيا؟ هيا ما داخلش في خاطرك زاد سبحان الله. ماذا فيا؟ شو 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 كيفاش يتلصوا؟ ماذا بيا تهز صوتك اكثر وتبدا تعيط باش يقول لك هذوما جماعه ماهمش متفاهمين وخليني انا نبدا نحش من فوق وانت حش من اللوطه. لا 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 يا حميد سامحني، انا كحله حمر هذه ما نزل ماشي. انا قلت لك وانت اللي كملك وفك علي يا سيدي. اي محسوب تخدم فيا بثقه وصدق معناها. بالسيف شوف عشيرك ذكري انت يا راجل راهو يخدم معك. لم قصات مازالت عندك والحانوت راهي ناش نسترجعها. اي وين اللي يقول لك لميت عظيمات عربي قلت نعطيهم له يا اخي؟ هاي خمجت على روسنا الصباح. تعطيه كان لي قلت له هاتيهم لي انا ننفع بيهم روحي خير. ياك تشوفي في حالتي انت حتى انا شحبت وما قعد فيا شيء. قل لي يا عمر هاك زويس ساسي المتروش وعبد الحميد المقربة بكرة هما واخدين فيها عديد بس قاعدين يقولوا لبعضهم يدي هدرة فارغة يطبالهم عادش يرقص يتلقاهم يحكوا على الخدمة وعلى الثانية. على الخدمة والثانية حتى انت مذهمك. ومنين كانت ليهم الفلاحة وخاصة هكا ساسي عمال يزيد نهار عمال ينغص لي عيشتي. بالعكس يا رجل، واحد مصدق كيما هذاك يسهل لنا الخدمة. انت هو اللي مصدق ساسي كي بوزا بيك عينيه ديما تبربك وما يتعدى عليه شيء. اوه حتى انت يا رجل اللي يسرق يغلب اللي حاحي. ما عادش تعاود هالكلمة يسرق. لو انت ندبروا فريوسنا عفاريات بزنس يعني تبزني يصحى للمحلل. ما قلت ليش عاد الفجر اش بيك ما جيتش؟ اي واللي يخدم عند عبد الحميد يقد يتنفس. انت الراجل عامل لي كرني يقيد لي فيه في الكيلومتراج وتحبني نجيك. اوخ اي من الجيفة وهكا صندوقين بطاطا اش نعملوا فيها؟ انا في بالي نزرفهم معاك تحت حسمس. رقدهم البطاطا ما تفسدش وتو نبعث شكون يجيك. لا علينا، عندي فكرة ترعب الشيطان الأزرق. يا طورة يا فورة والقسم على رب. ومن هو الشيطان؟ أنا
اها مال انا انت يا راجل. يا مهف لا بالي يا مدرات. حبس هم شو اشنو يا رشيد بهري يا فارد جيج مشي يا ولا عم ابراهيم انا قريب باش نولي نقاقي ناس شيخ وعامله جو في الثانيه وانا واحد هنا ما بين الكوانز والجوانح ولا يا ولدي هنا خير لك يا ولدي على الاقل تشوف كل يوم مناظر جديده بلاي في ثانيه ايش بتشوف ايش بتشوف مثل ما كان لهدي لي امه وهو قال لك الحق عليهم ساسي مره واحده. هلا بوي ابيته واش مزيب ولا الشباب ابيته وين ماشي يا ولدي وين ماشي اخرج اخرج ايش انا اخرج من غادي تكلم من اخرج ايش اخرج ما عادش تدخل غادي يعني ابيته ابا ابا هاي باي باي ابيته ابا اسحب ابيته ابا ها ابيته ابيته يقصد في سي عبد الحميد سي عبد الحميد في ال كيف باش نفسر له الثانية الثانية أبدا أبدا لا ما فهمنيش الثانية ودجاج واحد كيفاش فسر له صح أبدا أبدا الثانية أبدا 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 هاي هاي فهمتك ثقافة الثانية غاديك الثانية هاي هاي يا هاي هاي برا برا لا برا منا برا برا ناقصينك ناقصينك ذولي مش مبطل أنا ما عادش يساعدني ينسر كثرة قداش باش نعاني مخيبها الدنيا يا رشيد مخيبها الدنيا ها امس في الايام بوي كان يسول ويجول بهاك الموتور بتاعه واليوم هو بكوش لو كان مش قضى بيه ربي يلطف راهو الحق على امه وبوه في هاك العدس هذيك الدنيا عم ابراهيم كي الدنيا كيف يبدا واحد قاعد اخي يدور بها الدنيا. اختي العزيزه يا كنالو عسلامه. تحكي معينا هو فما واحدة غيرك باش نحكي معاها؟ دقيقة رياض سونو معاك راه سامحني تعرفني؟ مش أنا بركة نعرفك الوسط الفني كله يعرفك بارك الله عليك عيني ما تضرك طيب شبيك؟ حبيت نتفاهموا هكا ونبعدك على المتطفلين هذوكم والمهفات ونخرجك من التواضع هذا شبيك تلاقي بيا راه واسمع نضمنك فليساتك تاخذها من قبل ما تطلع تغني اش تحكي منيش فهمتك انا تو الحكايه ما فماش ما اسهل منها كوكتيل صالحه عرضونيه زوز سبايا تتلفت للفرقه تغمزهم وقت اللي تغمزهم يبدلوا لك الريتم يولي شرقي شويه كاظم شويه راغب شويه ديانا حديد وتقفلها بعشيبين يوسعوا يا عم الشيفور نص ساعه بركه كاو هاي اش قلت وفليساتك مضمونين راهو تبدا فلوس كشكر هاي نهيش وانت اش تعمل في وسط الحكايه هذه الكل يا بنتي يفهمني يفهمني راهو في الليله تولي تقبل بالاربع وبالخمسة عرابل طبعني تربح وانا مستعد باش نخدم وكيل اعمالك هكا رياض سونو ونخدم كذلك الحارس الشخصي نتاعك ماك تعرف اللي سيادكم النجوم يلزمكم غارد كور هكا ولا رياض سونو معك مالك يا وليد تحكي على غارد كور منا روحك مني وتهجم عليه مطاردة إياه ذلك أن الغضب أخذ منها مأخذا عظيما أيوة هيا ذيلي وش عبالك وش عبالك حتى انت يا ساسي سعدي بيك سعدك بيا كثرتها يا اخي ما وثبت ونظم روحك وضبط حساباتك وما تبداش تتهم بالخلق بالباطل يا اخويا انا وين نعرف على البلاه وين نعرف باللي زوج طلق محطوطين اللوطه سبحان الله وبحمده اي اي سبحان الله وبحمده اي عرفي عم الساسي ولا يهز وينفض ويخض كي موتور الكاميونه خضه يا خضه يا مهدرس يا سعره انت ما شفتك فالح كان في التكمبي النهار الكل النهار الكل وانت تفركسني في المشاكل باش تلصقها في راسي ناه ناه الهدي طول عمري خدام ناه اش عملت لك عم سيدي اش عملت لك هذه لي هذه لي وسع بالك يا هذه لي وسع بالك راجل كبير وما تخلش عليه وراني مستثقه كانت من ثقه غلطت يا سيدي غلطت في حقك
اي مهبوله زغرتوله في فنها زعما اش قاعد يوصلوا في وله. هذه امور ما بيناتهم ولا دخلني انا. قل لي يا الجاي حضرت ليش ياك حويرات العظم اللي وصيتك عليهم؟ وراسك يا سي عبد الحميد لميت لك سيفة عظمات يعملوا 66 كيف، لكن تاخذيهم مني شي فورك. اهو عرفي عطشت شربتهم. عجيب. نعم. غضي كيف انا هذايا مالها ناقص وديدها باش يزرق ما تشربهم كي احنا نشفيه لكم. شوف يا ساسي بعدهم وين مشاو توا دوب بيشد بقعدوا في الكاميون يبدا يسقط فيهم بالكعبه بالكعبه. مادام مانيش ناسي غدو الحي باش يرجع لكم تفهم فيا الزوز تفهموا فيا باش يرجع لكم عامر صباح بكري تعبيوا له 40 صندوق قارس الله يبارك باش يهبطهم المرشي صباح بكري. ها هنيوني. اسمع حميد بابا قبل ما تمشي وصي هالغذوي هذايا باش ما يتكش الكميونه وينني ويجيب مخر عجيب. اخو عليك الرب ان شاء الله. اقعد احفر لي ما عندك وين توصل عامر. هاي المزفت يا عين نوعي يا خلا ولا رميه يا عمي العرب يا اخي مانيش ناقصين شيء. والله يا بنيتي يظهر لي ماني ناقصين حتى شيء. زيد تفقد هاوك واش زيد شو. لا 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 عندنا كل شيء القضيه كامله مش ناقصين حتى شيء. ايش تفهم منه انت ايش مدخلك ايش شتي تكعبتيني غير تنزاز. قلت لي يا بنيتي كي خرجت راني شريتهم لك. انت اللي غالب يا مي شتيتهم توا اش تحب نعمل؟ جاي شتيتهم تو تو؟ اي تو تو راجية. هاو الغر اربعة كعبات فرد المرة فارعة قولي نجمة ما تحبني شان مغرطاتي ناي هكريتي رقية شفت نجمة محنها وقديش تحبك؟ ما حاجتيش لا بيغرتها ولا حبها وين هاني ماشي باش نشري كعبتين يا غرطة نزاس. قولي عاد تسبلي الطفلة تعرف ذناخة ما حاجتهاش بالغرط. هاني نقول لك هيا استكفى بروحك فيسع قشر معايا تماثل. لا العظيم نحس في روحي منش قد بعضي يا زينب راسي باش يدير من بلاستو. شفت كم تسمعش الكلمة ودارك لفيت روحك من الهواء. عاش النجم يا زينب تحب حربوشة؟ ايوا كيفاش ناخذ دواء من غير طبيب يا زينب يا اخي انتي ما تعرفش. والله انتي سامحني تعرف كيفاه براس ترخص وروح على الاقل تلهي بكميتك. حتى انا هذيك اش قلت يا زينب ما اسمع كان ما جيتش العشيه انا تو نكلمك بلي ما تقول حتى حد اللي انا حبله على خاطر اللي يسمعوا بها حبله يحطوا على الخشب برا من برا ربي يسر وخيين برا. عشيه شبيك وخفت بابا باش كي ما يعجبكش السؤال انت تضرب في عقلك وانا نتوجع في راحتي. يتوجع في راحتي تعرف اللي الريق البارد وذمار المص بتاعك ما يجيش على قوفي ما يعجبنيش. الله غالب يا عرفي انا هكا يا عرفي كي يمكنني سؤالي دقدقني يفددني كسر لي كرامي يلزم نلقى له جواب. ان شاء الله تمكنك حنة تمكنك حمى مطلوب منها تفضل تكلم قول. كي تجي تشوف كلمه واحده يا عرفي تفضل تفضل قولها. عاد عرفي حبيت نسالك بقداش نسيبك بيعلك الثانية؟ قل لي شيرتك باش تولي تخدم في دفتر خانة ولا في إدارة المحاسبات قاعد تحسب لي؟ لا عاد عارفي عاد أنا نحسب لك باش نشوفك عملت أفار ولا لا؟ أفار مش أفار حاجة ما تخصك شي. قل لي ثم برشا كيفك هكا قاعدين يحسبوا له خيانهم اش صوروا اش ما صوروش ها؟ عاد أنا عارفي راني عوض ولدك نحسب لك لمصلحتك. مصلحتي؟ مصلحتي مش مصلحتي حاجه ما تخصكش وعيشك ركب ديت تركب لي في النيربو. منين باش نبداك يا عرب شحم يا عمر الحم يا راس البغل منين نبداك منين ها عجيب سمي بسم الله وعظم منين تحب وخذ راحتك.
اسمع انت لو كانت تطول معي العشره دخلني المنوبه ولا تركب لي السكر. هبت يدك كسره فيها. عرفي شوف ترى معي هذاك مش بوي. اي بوي. اسمع نبه عليك التنبيه الاخير ما عادش تنادي له بوي. هذاك عنده اسم واسمه رضا ونعلمك اللي هو في مقام ولدي مهدي. فهمت؟ تك الصحة يا عرفي. اما انت تعمل في برشا خير. اي برشا خير اما هكا ظهر فيه قاعد يثمر. ما تخافش يا عرفي تو تطيح فيهم. هاك قلتها بعض بلسانك باللازمه لما تطيح فيك. يا عرفي راك تغلط هذا عيب عليك. نغلط ما نغلطش حاجه ما تخصكش وتو بخاطرك باش نمشي نكلم الطفل. يا عاد خليني نمشي معاك انا راني نعرفه ونفهمه مليح. وين جي معايا قطع رقبتك؟ اقعد هوني يا صمامه. نفهمه مترجم اعمل لي انت. ابدا تو تشوف يا عبد الحميد يا دوفا عامر ولد احمد يحب يعرف حاجه يعرفها لازم يعرفها وانا يلزم ما يفوتني شيء. شوف باش نعمل عليك يا رضا ولدي باش نبعثك للثانيه باش تكون فيها انت عيني انت وذني. نعرف 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 ما تحط شيء في بالك شيء مقدر. اما سامحني يا ولدي باش نطلبك في حاجه. انت ما وربي هزلك السويت. ماذا بيا كان ما يحرجكش حتى السمع تحسب روحك ما تسمعش باش نمشيو في بالك تغف منهم هكا عامر ولد احمد باللي انت عقوبة الله صوتا وسمعا. ايوه نحب ولدي دغفة هايشة سم بكم. ابدا تعرفك توجعك. شوف توا باش نبدا نشير لك وزعما نتكلم بالحركات بالوميه باش هذاك تزيد تمشي في فيلو صحيح. اي هبط قلنا ما وتمشي هكا زعما او افافا الي ها هو ها ابا ابا تابا ابا ابا تنافك تسمع يا هم يا اخي ابا تابا. لا هي وسع بالك ما تي ماشي تحدي يا ولدي خذ بخاطري انا ابوك وما نغرش بك. شوف انت توا ماذا بيك تلم حوايجك. ابا ايوه ابا باش نبعثك للثانيه. فين الحيوان؟ بقول على ليش ايه يا بوي ها الدنيا كان على موتور يشالي ويلالي يا قارب حيوة حطته في ظهره كهو الدنيا. ايه يا واغي من العشوة ويا نعذابي غيم العشوة ويا نعذابي. الو الو شبي صوتك بعيد. الو ها من هون؟ اه شكو زناخه؟ اقل لي صوت راجل ومن احب عليها زناخ. بشويه قل فيح فيه مش هنا زناخة سيد حاسك بحاجة قولها لي انا. شكو هيك التليفون مرة راجل اخرج برا مشيت لهي بقضيتك في الكوجينة اخو شد. الو وه امشي شوف شغلك. الو على سليمتك شنو احوالك لبس عليك؟ اي نسمع بالقداء شي حويلكم كل لبيس. والله توحشتك توحشتك برشا 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 اكثر من اللي تتصور. ليه يا ناري ليه وجي منو انا تخرج كلمه من فمي تيخي شبيني يا صغيره. ليه شو حكايتنا تقعد سر سر في قلبي مخبي ما يسمع بها احد يعيشك يا خو بخاطرك. هيا بسلامة في وداعة ربي. يا طلع سيدي
حتى من زناخة ولت بصرارها وبتليفوناتها ورجالة باهي يا زناخة. يلا طلقتك ما تكون كان على الدين نجمة منظرك صحتني من الصالة قال واشي ابشي حتى قضيتك اذا بنقطة تحوف عليك عاد ازناخة اللي عاقدة فيها النوار غريب كل واحد يجي لهم يعذر اك عبد الحميد ذاك عبد يهتر وخرف وحال حليل لو كي تجي تشوف حتى زناخة في حال وش قعد فيه غش بركة كيكة تشحت في روحه بالفارغ يطلع يا سيدي ياه يطلع لمكنتي ما نكون محرق صلاها سيفت حكاية هم واشي هيا 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 وش بيكم مزناخة اي شي شي حقيقة كي شي ها زينوبة جيت جيت سمحني عندي مكالمة برونتو هاي الفجوم هاي عجل انا قلت في النهار ما عادش اطلب هي هي لاهي في البيرو في النهار ديما لاهي ما نتفاضى كان في الليل في القهوة افهم في الثمن هي لاهي هاي باه من بعد هاي تعال هاي بالسلامة ما يفهمش ها مريم خرجت استرخصت مريضة روحت روحت سيد المدير في باله مشيش تقول رد بالك تسترها مسكينة وليه على خاطرك يا زينوبة ساتون ببيان هاي قول لي اشتام زينها ثم النوار وثم الدنيا الباهية وثم حنتك تستنى فيك وسعادتك بين يديك واللي تطلب جوجو يعطيك يطلع منك اه يا رجل اخي ايش بيك مريضة ولا بيس قلبك يدق هي دق لا تغلط موضوع مش كما تصور انت يا زينوبة الموضوع ما يخصنيش انا ثم واحد اخر على الخط احكي لي ايش تعمل نحكي لك كلام سهل هو انت تحاسبوا ها تمام مشكل الله تحاسبوا مين اوكي ايش اقول لك يا زينوبة فون 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 تعرف 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 انا كل مره التليفون ينقص نقص 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 نعرف اللي ما ثم حتى عدى طفين فين 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 في هاك الفيشه فيشه 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 اما فيش فيشه 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 سامحوني ما قلت لكمش اللي هو بورتابل تعرف يا اكسلنس اللي سقيك في خليقتي وتعرف اللي انت خليقتك في ساقيا بون نزلنا من البريف دو مازالوا جمعتين على الزكزاما انا عندي فكره اش نقول لكم لو كان نعملوا ان كرياسيون اباز دامبروفيزاسيون والا ناخذوا اثر عالمي ونتناولوه من زاويه معاصره حلوه اثر عالمي عجبتني اش قولك لو كان نختاروا انتيغون وي وي صحيح فكره فكره مالا نبداو بتفجير النص تعرفها حاجة ما ثماش أنا طول عمري تمنيت نخدمها إيش هي؟ تفجير النص باهي ما شكون باش يمولنا؟ بالمجد هكا شكون باش تكفل مصاريف الإنتاج؟ عجب أنت تقول هكا مهدي؟ يا خويا قول لبوك يسلفنا ولا يمولنا اغزر لي هوني هي طوار هي هي الكلام هذا ما عادش تعاود انا بابا قريته هوني ورفضها حتى نقول له اعطيني سلفنا باش نعملوا مسرحيه حال يدور في الدار ويقول اه فقركم دا على بكري الحكايه هذه انسان اما لازمنا سبونسور علاه سيادتك نجم مشهور يا خويا خليه الحكايه عليا انا وتشوفوني شنو انا انا قلت لك بابا لا هاك ابو معز انا بابا ميت بالحق والله الصبر يا ربي الصبر برا يا ربي الصبر الصبر من وقتي يا لطيف لطيف لا تشوي
بون متفقين سي متفقين اوكي اوكي سبع يا عم ابراهيم نعم تو البلاطو قداش فيه من الحاره هذا جايب تو قداش عندك تخدم ما تعرفش البلاطو قداش فيه من الحاره كيما سمح يا رزوز مال على حسابك الحاره قداش فيه الله يهديك حاره ان شاء الله اخدم على روحك هلا بزوز هلا يا جماعه سالي سالي بوبو صباح كومون باتشو صباح عايش رشيد خليتي اللي قلت لك عليها في الفريجو هاي سيدي هاكا قصيتهم لك ديتراش ديتراش كما قلت لي هات كويس احبق يحبك 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 ما كل عيني ما تضر عايش وبرو قديش رشيد لا خلي مره اخرى لا انت ولا هي انا اللي نخلص يعيشك يا بوبو يا ولدي اخي طلبت منكم حاجه انا ما نحبش نخلص يا سيدي خالص وسلم على امك مو يا رشيد والله ميرسي بوكو المرة هذه ميسي بشرا ما المرة الجاية ما نجمش خاطر انا حاجة فيه هاي سالو تشاو باي باي فيق عم ابراهيم يا ابراهيم نعم وعلاش ما تاخوهاش تاخوهاش يزي بلا فد لا يزي بلا كلام فارغ هذا شنو تاخذهاش تو ما تاخذهاش قول يا اخي تتكلم بجد ولا تفلت شنو العيب شنو المشكل جاي كيفاش ناخذ واحدة لو كان جيت معرس راني عزيزه يزي من اللعب يعني. حتى انت عم ابراهيم مخك وين مشي يا هذه باش نقصد في سوسه من شكون في امها الله يهلكك ان شاء الله كمنيره علاش يا اخوي علاش هذا الكل انا مطيح باش نتغبني بوحده ولدها عازب وبنتها صبيه استنى انت عندي حساب معاك شكون رقيه اي جاوبي تاك ولي تخرج وتفازي زيده عاد حقك ضربت لها شورت وزدت خرجت تتمقصص ليه والله ليه ورس اختي يا رقيه نفضلك معاك ليه مانيش اختك قل لي يا اخي ما في بالكش اللي رشيد خطيبيه علاش وقعد واحد في بالوشه ملا فاش قامت مجديك وانت تتلعوك قدامه يلا رقيه هذيك سي ما فاسون دو بارلي دو بوجي وحتى واحد ما عنده الحق يدخل لي فيها اوكي هو خلص عليك في سكالوب زعما لويه هذا انت ما عندكش الحق تسالني انا نجم تسال رشيد ولا حتى عم ابراهيم اسمعني بالقدايه ماذا بيك الحانوت ما عادش تدور بيها وبرا شوف دجاجي اخر ارمي عليه سميتك شنو القايه يا اخي تغير على رشيد مني انا تو تلفت الوحده كيفك انت كل ما تزيد درتان في ميزانها تعمل حفله نسيلش انا خايبه وما فيها ما يترع اما نجم تدور وتغزر لك العسله اللي من غادي هذيك بالحق تخاف على رشيد منها صافا صابوا رقية بالذهول رقية تتمقصصة سوسن ليه وراس اختي نفدلك معاك رقية ليه مانيش اختك قولي يا اخي ما تعرفش اللي رشيد خطيبي سوسن هو قد حد ما في بلوشه سي شباب مشيت تعبي في الماء ولا تعمل فيه تروح ديمينو عملت تغسيله وعبد باب زمان وهني جيت عارف عملت تغسيله قل لي عملت تعسيله سب 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 سماما عارف ملا قلت لي بوي ما عادش يسمع جمله بالله ما كاين فكر وليد يلي النار تشعل فيا ماك تعرف بعد ما عمل الحادث اش قالوا طب قالوا لي من المحتمل يفقد السمع كما فقد النطق اي هكا قالوا الطب كيفاش الطب قالوا هكا فهمتك شيء انت والطب قلتوا هكا اي انا والطب قلنا هكا عندك مانع انت ولا باش تدخل معنا طبيب زاده ما قلت شيء ديما تنشنش وديما تتحورك عارفي نجم نطلب منك حاجة تيخلي تيقلتلي بسماح راني حد ما قل فهمك وما كبر جشتك
هادش مازال فيها طلبان. هك سكيتني. كيفاش؟ سكيتني. يعطيك سكة بغل ونطحت عجل يا ابو فرد. هكا تمثلني انا بغل؟ شوف من توا تضم الفم وتتلم وتشد مضربك وكي نوصلوا ما عندي معاك مفاهمه. حلو لا وليت حيوان انا. تطلع ايش منا؟ مش انا مانيش انا شيفور. دور هكا تدور هكا تدور. من الحكايه مثبت يا محجوب يا عم ابراهيم؟ يقصدني انا ما قصدتش امي. اوف كورس عمك ابراهيم اعمى واسمع في حب زينوبه. ايش مدخل امك؟ شنو ما تنصحني انت؟ شنو ترى؟ شرا انا ما عندي مره. مدام الحب اعمى جوجو ما يرى شيء. يريد كان جاء اكبر مني على قلب 10 ولا 15 سنه كي كانوا تيو بعضنا. عجب زينوبه قد وعين بيضه كي الورده وعمك ابراهيم قزمون كي الخشبه. أجاب زينوبة لعمك إبراهيم. مليح مليح. شو نعمل ده؟ ما عندك ما تعمل. هذه أفريات سي محجوب ساسي منافير لاسي موافير. عمك إبراهيم نتصرف معاه ونصرفه من غير لا نوجع له قلبه ولا نجوجم له مخه. عندي برشا سيستمات. ربي سيسع لي. رد بالك علي رجل كبير ده. ما تخافش عليه يا زينوبة. محجوب مسيسي وحدة وحدة. فز فز ورقد. فز انستو. الله يحفظك. هيا تفضل سربك البراد. فز ها تبان تسهر في النجمه. قوم وانت جبت لي كوبي. بس خذ كاسك. ماشي سيارة باش تربح انت. ايش بك متغشش عاد؟ ربي. سايبه سايبه خليه يرقد. ارقد انا. هاي. اه. ها سيدي محلقينا. هاي قوم فز فز انت انت وانت. يلا فز وقت ما راح. شنو عامل لي فيها عصابة؟ ها؟ يلا فز. ماشي فز. نا تعبت والحب نرتاح شوي. ها؟ هاني قعدت. ترتاح شوي؟ اي نعم. راح في القبر. قلت لك قوم قوم. قلت لك ماشي فز. انت شيم؟ نعرفك راح. انت عارفي؟ ايه. ايه ايش بيك راك غلط في روحك؟ الساسي هو عارف. الساسي؟ ايه يعرف العود في عينك. قلت لك قوم قوم. واسمع ننبه عليك ها؟ انت بالذات ما عادش تكلمني ما عادش جاي لحالي ولا تشوف روحك. كل الخوف اسكت. صح راسك. يا هاشي خان خلي هاتري خلي هاتري خلي هاتري.
يا ولدي صلي على النبي يا رجل، ركبوا صغار هيا هل على الشيطان وهي فزخت معاه كله يمشي يخدم على روحه ويرتحني من تكسير الراس. باهي باهي هيا اقصد ربي هيا نمشي يزي بلا صحة راس به همشي بركة به به يدي وسع به هيا مرة بدنا ساعة بساعة أخرى يهدي اشتعمل يا حمرتي ها جاي تجري تجري جري جوفك وانت هكاك اللي يعرضك تتمشمشلي وتمشمشلي وتمدلي ها وتقول لك لي محلو عليه هكا عليه شنو هذا خبز بعثوني نشرب خبز ما عندناش قفاف ما عندناش قفاف جايبته في ايديك مع القطو كالغشير يعني جايبته في كاغط جايبته في كاغط تفضل تفضل ما لا نفدلك معها تهنى مانيش بنضربها بنتي محسوب الله يسكع هاي جاني بنتي هوليش هاي جاني هاي جالهوني هاي هات مشى هاي هات وش نعطيك هات التقرير هنا في الشارع زيد عاي زيد هز صوتك زيد هز صوتك قلت لك هات التقرير هات باه بكل إزاز كيما تقول انت هبط صوتك وشد حوايجك وبزيني بالإزاز الأمور الدار وما يهم الدار تعطيهم لي بالتفصيل والتدقيق باه هزيت وليد للروضة غيرها زناخة طلعت شرت العسل ورجعت غيرها رقية طلعت بعدها وجدت هايدة وكشكشها طلعت قناقة شبيها لباس خي وين نعرف عليها ذيك بنتك ما تقولش شو ما تقولش وانت ايش قاعدة تعمل ماك نسنس هيا وبعد بعد لخي ما نقولش فك عليه اختنا مشاكل طيب في ساعه تعطيني خوت باه استنى هي هيا هيا ثم راجل طلب في الدار هاد شبيه اول مره يطلب لي راجل في الدار انا قلت لك راجل طلب في الدار هي تلقاها لازم فوزي ولا واحد من لا انا ولدي انا فوزي متاعك فوزي هذا انا حافظه صوت شكون مالك مش فوزي خي هاي كيفاش هي الحكايه التليفون ضرب هي. مشيت ناكي في العاده باش نشوفوا شكون تفضلي قلت له هلو قال لي هلو قال لي عدي ليا زناخه قلت له شكونك انت قال لي شيء ما خصكش عجيب والله العظيم كش عليا يعطي صرقعه ملا هي هي كمل اللي بعد ناديت ليها على زناخه هي اخي ما كملش فك عليا اخوي شوف تعدى الرجل تنقول لك شوف لو كان ما تقوليش بالذي لا اله الا هو بالذي لا اله هو نعطيك طريحه دباش القلوب هاي حل فمك تكلم اش صار قعدت زناخه وحدها وطلعتني نام الصاله وزيت سكرت الباب عجيب والله كيما نقول لك زناخه تسكر الباب هي قعدت تحدث هي وياها راس راس ايش قالت سمعت شي حاجه وخي نسمع كان في ضحك هيجيب مني هي وقالت له انا مهبوله شبيني انا غشيره صغيره باش نقول عسر لي بيناتنا شبيني انا هبلت باش نفضح روحي غشيره صغيره وسر بيناتهم هي زنيخه زنيخه يطلع منها بهالعمر شف يا زنيخه هي الحرب بيننا انشبت فنحن لها